على حاجة تانية برضو مرتبطة بالإفكت بتأثر فيها جدا، اسمها البليننج أوبشن. البليننج أوبشن احنا شفنا البليننج مود وشفنا الأوباسيتي وشفنا الفيل. طب تعالوا نبص المجموع بتاعهم مع الإفكت ممكن يقدم لنا ايه. انا دلوقتي في البليننج مود في الديفولت، وانا اللير بتاعتي واخده الافكتس دول. احنا عندنا مودز للبليننج، وزي ما احنا شايفين ان التأثير مش واضح قوي، مفيش اي حاجة تقريبا بتتأثر لما بغير البليننج مود، الاوباسيتي يا دوبك بتتغير. لكن لو عايز تشوف بليننج مود بجد بتتغير، روح شيل واحدة من الفاليو دول. انا بشيل شانل، بشيل ريد او جرين او بلو. حاجة تانية، في سلايدر تحت، السلايدر دول بيشتغلوا على اللاير اللي واخد الافكت واللايرز اللي تحتها. يعني بص كده ايه اللي هيحصل لما هتعامل من الجزء الفاتح للغامق. مفيش حاجة صح؟ طيب بص كده، اللير اللي تحت، اللير بتمتص جوه اللير اللي تحتها. طيب ده مش عايز يشتغل ليه؟ هقول لك كده ممكن يشتغل، لان انا هعامل ال entire effect as a group. تمام، هعامل الافكت كله مره واحده. الاجزاء الاغمق هي اللي بتمشي الاول. اوكي، المثال صعب شويه، ممكن نبسطه. هقول له كانسل وهشيل الافكتس كلها وهشتغل على الثمره بتاعتي بس، وهعمل هايد لدي ودي ودي ودي. اوكي، وهروح كليك عليها واطلع البليندنج اوبشن بتاعها. انا جوه لير واحده، ممكن اشيل الكالرز. تمام، كاني بشيلهم من جوه الشانل. ممكن اغير الفيل والاوباسيتي بتاعتهم، ممكن اغير الهيو والساتوريشن، بس طبعا مفيش لير تانيه عشان ياكتيفيتوا عليها. تمام، خليهم نورمال، هقول له كانسل، وهروح اظهر اللاير اللي مش واخده افكت، دي ودي، دول مش واخدين افكت. وهاخد الثمره بتاعتي بالموف تول، هنقلها في النص ما بينهم علشان نكليك هنا ونطلع البليننج مود تاني ونشوف ايه اللي هيحصل. ادي الاوباسيتي، بص الاوباسيتي بتعمل فيها ايه، وبص الهيو هيعمل فيها ايه. خليها نورمال، هوريك شويه اوبشن تاني. بص كده، ده مرتبط بالبليننج اوباسيتي. تمام، بص كمان التحت دول بليند اوف جراي. بص اللي بيحصل للايمج بتاعي ايه. الدرجات الاكثر تشبع هي اللي بتمشي الاول. لو همشي بالعكس، الدرجات الاقل في التشبع هي اللي هتمشي الاول. طبعا انت مش عارف انا بعمل ايه، بس لما الموضوع هيبقى اعقد من كده هتبقى فاهم انا بعمل ايه. اوكي، ممكن برضو نشوف اوبشن تاني، نخليه شالو ونبتدي نغير. الشالو بيمسح خالص. اوكي، ولو كان في افكت التعامل ده هيتم على الافكت بشكل مختلف. وزي ما قلت لك كل مره
المعادلة بتاعتنا بتتغير بحاجة جديدة بتطلع حاجة تانية، محدش يقدر يقول لك فوتوشوب هيعمل ايه كل مرة. اللون درجته واللون اللي تحته ودرجته، الشيب بتاعهم، الافكت اللي واخدينه، اللاير اللي فوقه، كل حاجة بتأثر في كل حاجة. مفيش حد ممكن يقول لك الكلام ده. ممكن حد يقول لك بس هيبقى كتاب 5000 صفحة مثلا. هقول له كنسل دلوقتي وهرجع اوريك حاجة تانية بسرعة كده. انا في لير واحد، ولير واحد واخد افكت. لو جبت البراش بتاعتي وابتديت ارسم، هتاخد برضو نفس الافكت. ادي براش، لو خبيت الافكت هتبين لي اللون اللي انا واخده للبراش. لكن هنا مجرد ما الافكت ما بيبقى شغال، اللي بيحصل ان الافكت بتاعي هو اللي بيشتغل، مش الفيل كولر. انا بشتغل بالافكت ده، اوكي، انا بشتغل بالفيل ده، بالستايل ده، اوكي. لو خدت الافكتس دي كلها عملت لها ديليت، تمام، ورحت على اللير دي اخترت لها ستايل تاني، هختار لها ده مثلا وهشوفها كده، ده الستايل اللي هيبقى موجود. اوكي، لو اخترت ستايل تاني ده اللي هيبقى موجود. برضو بقول لك كل حاجة بتضاف، بتضيف حاجة للي قبلها. في حاجة عايز اوريها لك قبل ما نخلص الجزء ده من الافكتس، انا بس قصدت اعملها علشان اوريك البوسيبيليتي او الاحتمالات اللي ممكن تحصل. انا عندي ورك سبيس انا مسيفها سناب شوت، هرجع لها، تمام. ادي السناب شوت بتاعتي، بص ايه اللي موجود جواها. كانت هي نفس اللير اللي انا كنت شغال عليها، بس عملت شويه حاجات كده عشان اوريك ايه اللي ممكن يحصل. انا هنا حاطط بلاك اند وايت، وهنا حاطط اسمه سوليد كولر، وهنا حاطط بلاك هيون ساتوريشن. تعال نبص عليهم. يعني الماسك والإفكت بيشتغلوا مع بعض، والأدجستمنت لاير مع الكلام ده برضو بتشتغل معاهم. يعني برضو بقول لك تاني، المعادلة كل مرة هتضيف عليها عنصر جديد هتلاقيها بتتغير. تخيل كل الحاجات دي ممكن تشتغل مع بعض عشان تخدمك وتطلع لك إيميج. أشوفك الدرس الجاي مع حاجة تانية.